باب المعصرة. يلا يا عم احمد سرعة. تحية نظامية لكافة المناضلين الأحرار والحرائر، خاصة داخل الوطن وخارج الوطن وأينما وجدوا في جميع القارات. وأوجه تحيات خاصة لكل الذين يملكون ضمائر حية وعقول سليمة في محلها. أيها الإخوان، هذا اليوم قادتنا هذه الرحلة إلى مدينة آسفي بالتحديد، ونحن نتجول في بعض الأزقة وبعض الشوارع. هنا بنايات أثرية قديمة يعود تاريخها إلى عهد البرتغال، وقد زرنا عدة نقاط كما تشاهدون. نحن بمدخل بوابة على شكل معماري أثري يعود إلى حقبة زمنية، ولكن معذرة لم تكتب هنا لوحة في أي سنة تم إحداث هذه البناية. معذرة أسف لهذا يعني الأفكار. تحياتي يا عم أحمد. هي بناية قديمة جدا، ولكن أسف المدينة القديمة لغياب المسؤولين والالتفاتة والعناية والرعاية. لم توجد لوحة فوق هذه البوابة لكي نتعرف أكثر، لكي نتعرف أكثر على هذه الآثار متى شيدت. وهي مدينة أسفي تمتاز بعدة آثار، مثلا الفخار، كالفخار مثلا هنا نتجول، وهنا عدة مآثر تاريخية تجلب الأنظار من مختلف البقاع. ونتمنى لهؤلاء المسؤولين رد الاعتبار والالتفاتة والرعاية والعناية إلى هذه المآثر، لأنها لها موقع استراتيجي. آسفي، مدينة آسفي عريقة وعميقة كما تشاهدون. ما شاء الله ما شاء الله، هي مدينة مكتظة بالسكان والبنايات. هي بناية قديمة جدا جدا تجلب الأنظار من مختلف النقاط. وكما نوجه لإخواننا المناضلين أينما كانوا المزيد من الضوء، عليكم الوقوف ورص الصفوف والانضباط. لا نقول لكم واصلوا ثم واصلوا. كما نحيي الأخ مارك زوكنبيرك، طال الله عمره. أخ مارك، وما أدراك بمارك، والذي كشف الغطاء على هذا الوجود كي يتضح الفاسدون والمفسدين في مختلف الأحياء والأزقة والنقاط والجوانب. ونحن نتجول بمدينة أسفي. أختي كتخرج عندك الدريبة؟ لا، من هنا؟ شكرا. نحن في بعض الأزقة المدينة القديمة، بما تسمى بالمدينة القديمة، وتحتوي على عدة أقواس، أقواس قديمة جدا جدا. هي مرحبا بسي عزي أحمد، مدينة جميلة. ومرحبا جدا ومرحبا بسفير تماسينت. مدينة أسفي هي مدينة تمتاز بهدوء وأمان. مدينة أسفي هي مدينة جذابة وتجلب إليها الأنظار من مختلف النقاط. كما تشاهدون هذه البناية قديمة جدا جدا، هذه البناية أثرية. مدينة الأسفي تمتاز بأناسها وبهدوئها وبأمانها في مختلف الأحياء والأزقة والشوارع، سواء في واضحة النهار أو في جوف الليل. هي مدينة عريقة جدا، نظرا للمسؤولين رفض الالتفات لهذه المدينة العريقة.
فتى إلى هذه المعلمة الأثرية ودمتم أوفياء ودام النضال والنصر لكم في بقاع لأسركم. شكرا إلى فرصة قادمة إن شاء الله. صغير زرعتي مع محمد وانا بدوري كنحيي عمي حماد الخطابي سفير تماسين رمز من رموز النضال، رمز من رموز الحراك الريفي المبارك والمقدس. وعندما نقول انه مبارك ومقدس فعلا انه مبارك ومقدس، شاء من شاء وابى من ابى وكره من كره. ونحن الان كما تشاهدون الان نتجول في المدينة القديمة اللي هي كاينة بأسفي. جاء عندنا ما أنه غادي في رحلة وطرقنا للأسفي، كنتمنى أننا نكونوا عند حسن ضيافة رمز رموز الحراك الريفي المبارك والمقدس اللي هو عزي أحمد سفير تماسينت. كنتمنى أنني نحسن الضيافة ديالو ونقوم بالواجب على أكمل وجه. و عمي أحمد، واش كتظن انني غنتوفق في الضيافه ديالك ولا لا؟ غنقوم معك بالواجب الذي تستحقه انا. شكرا شكرا. وما تصوروش شحال فرحانه لان عم احمد عندي في اسم، فرحانه بزاف 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 لدرجه انني غنطير بالفرحه. والله لا فرحان، الحمد لله انه جا عندنا وحنايا دابا كنتجولوا معاه و كنشوفوا وعجباته. اسف عجباتك عمي احمد؟ مقبره هذيك. مقبره وهنايا بلاصه الفخار، انا غادي نوريكم بلاصه الفخار. الناس بالحق الناس اللي ما كتعرفش اسفي وما عمرها زارت اسفي، فهذه هي مدينه اسفي. ها انتوما الناس اللي ما عمرها زارتها ما عمرها شافتها، فوقيلا الورقه ما كنتوش كتسمعوا تبيها تبانت لكم فاطمه الزهره. هنايا بغيتي تصور؟ واخا واخا يلا سير سير. عزيز احمد عمي احمد مسكين، عجبو الحال عجبو الحال، ولكن ما عجبتوش واحد الحاجه هو الاهمال. مدينه اسفي الجريحه اللي كنسميها انا بالجريحه كتعاني من الاهمال بزاف ومن التهميش لاقصى درجه. فاحنا الان كنتواجدوا بمكان الفخار. عندك عم احمد هذاك هذوك الكلاب هاد؟ بغيتي تصور؟ بغيتي تصور؟ واخ نشد عليك من هنا. يلا سير على الله. ها انت كيبغي ما عندناش ما نعطوهم، ما جايبينش معنا الخبز. عندك 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 عمي احمد، طلع طلع عمي احمد. لا ما عندك. سير سير حي تخلعت والله تتخلعت. صافي عمي احمد اجي حيد من تما، اجي حيد من الشانطي، اجي حيد من الشانطي، اجي هنا اجي هنا. صورتيهم هذا؟ اه صورتها باش يشوفوها. وخلعتيني والله تخلعتي، خرجتيها مني خلعه. ما عندوش السرعه ما عندوش السرعه. وناري يا ربي السلامه. ها انت شو هذا؟ هذا راه بحال الواد الحار هنايا انت كاين، يعني ماشي هذا مكان ديال الفخار. هذا حنا غاديين كنتجهوا الان المكان ديال الفخار. يلا يا عم احمد باش نشوفوا المكان ديال الفخاره، الطين الزخرفه الفنون. وكنحييكم جميعا، وحبيت ندير واحد المباشر رفقه عم احمد سفير تماسينت. وكما قال لكم تحياتي لكم جميعا. وخرجت مني خلعة بحكم واحد السيارة كانت جاية بسرعة، حفظوا الله الحمد لله. تحياتي لكم جميعا وسلام عليكم، وإن شاء الله اللايف المباشر غدا في سيدي بوزيد، مكان آخر سميتو سيدي بوزيد في أسفي، باش الناس اللي ما كتعرفش مدينة أسفي نوروها أسفي وتشوف المال وتشوف هذا الشيء
هنا هذه باش كتمتاز هذه المدينه، هذه المدينه العريقه بالفخار. فوالا حنا غادي ندخلوا للقيصريه الاخرى، يعني كاين قيصريه عامره بهذا الشيء. وترقبوا المباشر ان شاء الله ديال الغد ان شاء الله، باش اللي ما عارفش المدينه يتعرف عليها ويعرفها باش كتمتاز ان شاء الله. وتحيه لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.